يمكن صعب كتير نعرف إنه حدا من أولادنا متنمر، بس عادة الولد يلي بيأذي بيكون هو بنأذى. يمكن يكون زعلان، مكتئب، قلقان أو معصب، أو في حدا عم بتصرف معه بالطريقة يلي هو عم بتصرف فيها مع رفقاته أو إخواته. الحل هو إنه نقعد معه نسأله ليه هيك عم بتصرف قبل ما نحكم عليه، نخليه يعرف إنه الأذية اللي بحسها هو عم بيسببها لحدا تاني. إذا اضطرينا نحاسب يكون الحساب عند الغلط والوقت المحدد، مع تفسير لسبب الحساب وكيف منتصرف بالمرة الجاي، ونعلمه يقول آسف ويحاول التعويض للشخص يلي تعرض بالتنمر. لازم نكون نحن المثال الأعلى بتصرفاتنا، ما نأذي أولادنا بالحكي أو بالضرب، ونكون دايما مستعدين لنسمعهم. لازم نكون سند لأولادنا.